ويا حمزة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية. حبينا نعيشكم أجواء كواليس مهرجان الأغنية بعد العودة بعد 12 سنة. أكيد مثالش هذه الكل أجواء المباشر، أجواء مميزة جدا. قيس كنت معنا قبيلة أنت على الموجات الإذاعة، توا على اللايف على صفحة الفيسبوك. عندك جمعتين من اللي جيت لتونس؟ عندي جمعتين وأني في تونس وحمد الله توبا بيان ومع صابر كل عادة باش نطلع توا جوست قبل شويه هذيك الاغنيه نتاع لي كونديدا، وبعد نطلع مع الاستاذ صابر ان شاء الله. الاستاذ صابر النجم العربي الكبير صابر الرباعي، مرحبا بيك، اهلا وسهلا، منورنا على صفحتنا على الفيسبوك. يجيش البالك معناتها ولينا على صفحه الفيسبوك وجو دنيا وحكايات، معناتها واذاعه وطنيه التطور لازم نتبعوا التكنولوجيا، وهذه حاجه مهمه ياسر سورتو اذاعه وطنيه، دونك لازم تكون مواكبه. انا شخصيا ككريمه وسليتي علاقتي بمهرجان الغنايه بدات بصرخه عام 96، وكنت محظوظه اني كنت في الكواليس العشيه كالمسرح البلدي، وصابر يقف على كل شقيقه ورقيقه، ومن هوني ودنيا عندي ايماج قاعده التوى يا صابر. مازلنا يعني ما تقفش على شقيقه ورقيقه، يعني بش برشا، يعني فما ناس أكبر مني وقتها بالتجربة وبالحضور، وقتها نقولوا سي حمد عاشور الله يرحمه، دونك افكتيمون، والبرايف كيفاش كنا نعملوهم في المعهد العالي، والبروفة الفينال كنا نعملوها على المسرح، دونك حاجات حلوة برشا. الواحد ما يتذكرها البروفة هذيك اللي قلت لك كيفاش تسأل وتحكي، وقلت لك معناتها بالحق من وقتها الأغنية أنا قعدت في بالي. ومن بعد جائزة النقاد اللي هي حكاية مهمة، حاتم جيزاني علام الله يرحمه، صابر الرباعي، و سيتي ان تريو تريونفال. معناها نعتبر الاغنيه عملت نقله نوعيه في الاغاني وفي نوعيه الاغاني الدسمه الحلوه لي شانسون تيكست، وزادتني معناها زادتني كران، يعني زادتني القدام برشا ولليوم، يعني الناس يحبوها. قبيل عمل جوله ونسال فيهم شو بقالكم في مهرجان الاغنيه، اكثر من فنان قال صرخه لصابر الرباعي. وي داسا سي اكستراوردينير، معناها بصراحه من الاغاني اللي ماهيش باش تموت بالكل. معناها صابر ومهرجان الاغنيه ومهرجان الاغنيه، معناتها وجودك انت قداش مهم اولا لزملائك لك، انت حضورك اليوم في سهره الافتتاح. شوف لما دعاني مدير المهرجان الفنان شكري البوزيان قلت له انا معك، بون مش بحكم من علاقتي به الصداقه بتاعي لا، لانه تحب نفرح بفرحته الفرحته، يعني تحب نفرح، يعني الفكره انه رجع مهرجان الاغنيه ما يلزمنا نكونوا موجودين مهما كانت الظروف، معناها يلزمنا نخصوا وقت للمهرجان هذا اللي الناس عرفتنا من خلاله، دونك يلزمنا نعطيوه قيمه كيما قبل كنا خايفين نطلعوا، يلزمنا توا زاد كيف نحسوا بك الخوف هذاك والرهبه. بون ما احناش دي كونديدا، مي على الاقل نعطيوك لو بون اكزامبل للناس اللي كونديدا اللي موجودين في المهرجان. دونك احنا عملنا سنين خدمه وخبره ونجاحات و دونك على الاقل ليكزامبل هذا، فوالا ليكزامبل هذاك يكون لهم دافع باش يقدموا احسن. ما نحبوش نعطلوك برشا، ميرسي صابر الرباعي النجم العربي الكبير، سعيده جدا انك كنت معنا على صفحتنا على الفيسبوك، واكيد تحيه لكل الزملاء مانيش باش نخليهم يتعطلوا برشا، ميرسي شكرا لكم، يعطيكم الصحه. هذه اجواء كواليس مهرجان الاغنيه التونسيه في سهره الافتتاح، تحيه لكل الزملاء اللي بعد شويه تباعا باش يكونوا في الموعد مع النجم العربي الكبير صابر الرباعي. اكيد احنا في نفس الوقت قاعدين نتبعوا في تفاصيل مهرجان الأغنية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى صفحتنا على الفيسبوك، تبقوا معنا ومتعدلوا ديما الموجة على الإذاعة الوطنية التونسية أولى الإذاعات.